أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب الصف الثالث الإعدادي. هنبدأ مع بعض نحل امتحانات المعاصر. هنبدأ بالامتحان الأول كايرو. Choose the correct answer. The probability of impossible event. Probability بتاعه طبعا إيه سهل equal zero. 3 plus absolute value of 3 الاثنين equal 3 بقى 3 plus 3 equal 6. السؤال بعده the number of solutions of x equal 7. طبعا دي لو رسمتها كده x equal 7 تترسم ازاي؟ x equal 7 يبقى كده عند ال 7 هنا، يبقى number of solutions طبعا هيكون ايه ال intersection مع ال y axis يبقى 1 solution. السؤال اللي بعده بيقول لي if half x equal 6 then third x equal ايه؟ half x طبعا يبقى x equal هعمل multiply by 2 تبقى 12. x equal 12 يبقى third times 12 equal 4. السؤال بعد بيقول لي ان x equal x minus 1 over x has n to power domain of n to power negative 1. طبعا الدومين بتاع n to power negative 1 بقول r difference is zeros of numerator and zeros of denominator اللي بيخلي numerator اللي فوق واللي تحت denominator equal 0. اللي فوق اللي هيخليه 0 1 واللي تحت اللي هيخليه 0 0 يبقى r difference 0 and 1. R positive intersection R negative طبعا دي سؤال سهل equal A 5. السؤال اللي بعده سؤال برضو خلاص احنا فهمناه كويس جدا اللي هو probability if A and two events in of the sample space of a random experiment where probability of A equal 0.4 probability of B 0.5 probability of A intersection B 0.3 find probability of A dash او complement of A. دي على طول بنقول ايه انا عندي probability of A 0.4 يبقى 1 minus 0.4 يبقى دي equal A 0.6. probability of union احنا عارفين الرول اللي بيقول لي probability of A plus probability of B minus probability of intersection of A and B. ده الرول اوف كالكوليتنج ايه اليونيون. خلاص وبعدين نعوض ونجمع ونطرح يبقى 0.5 بلس دي 0.4 بلس 0.5 ماينس 0.3 دول مع بعض 0.9 ماينس 0.3 يبقى 0.6 وكده ايه خلصت اجابة السؤال ده. السؤال اللي بعده find in R times R أو R product R the solution set of two equations x plus y equal 2 y equal x plus 2. تمام احنا هنا ايه دول محتاجين نروح نحلهم على مين؟ على البورد. نروح على البورد مع بعض كده. السؤال بيقول لي x plus y equal 2 والتاني y equal x plus 2. السؤال ده سهل جدا طبعا احنا ممكن نعمل substitute نسمي دي 2 ودي a 1 نقوله by substitute from 2 N1. هنعوض من التانية في الأولى. هشيل Y هنا وحط بدل القيمة بتاعتها اللي هي X plus 2 يبقى X plus هشيل Y وحط بدلها X plus 2 يبقى X plus 2 equal 2 يبقى 2X equal 2 minus دي تروح الناحية التانية minus يبقى 2 minus 2 يبقى 2X equal 0 يبقى x equal 2 0 divided by 2 equal 0. كده انا جبت x هعوض في التانية هجيب مين؟ هجيب y.
يبقى y equal 0 plus 2 يبقى y equal 2. يبقى solution set equal order the pair 0 and 2. نرجع بعد كده للسؤال. Using the general formula, find in R the solution set for the equation x square minus x minus 1 equal 0. نروح نحل. هنا بيقول approximating the result to the nearest one decimal place. روح على البورد شوف السؤال الأول. الإكويجن x سكوير ماينس x ماينس 1 إيكوال 0. نبدأ نحل بعدين. الأول a إيكوال 1 الكوفيشنت أوف x سكوير، b كوفيشنت أوف x يبقى نيجاتيف 1، c كوفيشنت اللي هو الأبسوليوت تيرم اللي هو نيجاتيف 1. يبقى A العدد اللي جنب الاكس سكوير، B العدد اللي جنب X، C الور. الرول بيقول لي ايه؟ X equal negative B plus or minus square root of B square minus 4AC over 2A. نبدأ نعمل substitute نعوض. هنا negative B يبقى negative 1 plus or minus b square يبقى 1 minus 4 times a اللي هي 1 times negative 1 c over 2 times 1. كده x equal 1 plus or minus دول 1 وهنا دول plus 4 over 2 هتبقى 1 plus or minus square root of 5 over 2. تمام. نروح دلوقتي ايه فين على الكالكوليتر. هذا الكالكوليتر قلنا 1 plus a square root of 5 over 2 1 plus square root of 5 add equal like divided by 2. طبعا الإجابة 1.618 فأنا هكتب 1.6 بس. ليه؟ عشان ال 1 مش هيزود ايه ال 6 حاجة. هو بيقول لي 1 decimal place. بعد كده نروح ل A 1 minus square root of 5. مرة عملناها plus مرة هنعملها minus. بعد كده ال result ايه divided by a 2 طبعا طلعت لي بنيجاتيف 0.6 بر. نروح للمسألة كده. ونكتب solution set 1.6 و 0.6 وكده خلصنا. يبقى هل عملنا الابروكسيمت تو 1 ديسمال بليز. السؤال اللي بعد بيقول simplify ان اكس ايكوال اكس ماينس 4 اوفر اكس بلس 7 ديفايدد باي x square minus 16 over x square plus 11x plus 28. نروح على البورد ونكتبها مع بعض ونبدأ نحل. الأول n x equal x minus 4 over x plus 7 divided by n x square minus 16
over x squared plus 11x plus 28. يبقى ان اكس ونبدا نعمل فاكتوريزيشن للحاجات اللي هي فاكتوريزيشن. اكس ماينس 4 دي ملهاش فاكتوريزيشن، واكس بلس 7 دي ملهاش حاجه. فيضل باي هنا نعمل فاكتوريزيشن لاكس سكوير ماينس 16 تبقى اكس ماينس 4 واكس بلس 4. تمام، اللي تحت نعمل لها فاكتوريزيشن تبقى اكس اكس. عايز عددين اعملهم ملتبلاي يديني 24 28، والسم بتاعهم 11 طبعا 7 تايمز 4، والاثنين هنا ايه بوزيتيف. نيجي بعدين دومين ايكوال ار ديفرنس. خلي بالي في الديفايدد باي باخد بتاع مين، هعلم عليهم اهو بتاع ده وده وده. يبقى دومين كده ايكوال ار ديفرنس نيجاتيف 7 خدتها من هنا وهنا 4 ونيجاتيف 4 وبس كده، ايه ما عنديش حاجه تاني. بعد كده بنعمل سمبلفاي، بنطير الحاجات اللي شبه بعض مع بعض. وايه لا الاول قبل منها بقلب ايه الدينومينيتور والنومريتور اللي في ديفايد باي واخليها تايمز. نرجع تاني كده يبقى نقول له ان اكس ايكوال اكس ماينس 4 اوفر اكس بلس 7 تايمز، واخلي فوق كده ايه اكس بلس 7 وهنا اكس بلس 4 وهنا اكس ماينس 4 واكس بلس 4. شوف الحاجات اللي شبه بعض فوق وتحت ونمشيهم، دي مع دي، وبعد كده اكس ماينس 4 هنا مع اكس ماينس 4 هنا، اكس بلس 7 هنا مع اكس بلس 7 هنا، يبقى اللي باقي كده معايا ايه 1. وكده يكون خلصنا حل السؤال، الاجابه طلعت 1، وادي الدومين احنا ايه جبناه ار ديفرنس نيجاتيف 7 4 اند نيجاتيف 4. السؤال اللي بعده ان اكس ان 1 اكس equal 1 over x minus 2 و n 2x equal x square plus 2x plus 4 over x cube minus 8. prove that n 1 equal n 2. نروح على البورد ونحل مع بعض. هنا عشان اثبت ان n 1 equal n 2 بعمل ايه؟ الاول بشتغل على ال 2 فانكشن دول، بعمل سمبلفاي، وبعد ما اعمل سمبلفاي اجيب الدومين بتاع الاثنين. لو لقيت الاثنين السمبلفاينج بتاعهم ايكوال والدومين بتاعهم ايكوال يبقى دول ايكوال على بعض. الاولى ان 1 اكس ايكوال 1 اوفر اكس ماينس 2، دي معمول لها سمبلفاي مش محتاجه حاجه. نروح للثانيه ان 2 x equal x to power 2 plus 2x plus 4 over x to power 3 minus 8. اللي فوق ده ملهوش factorization، بنكتبه زي ما هو x square plus 2x plus 4 وهنا x minus 2، دي difference between two cubes. بعد كده first square for x square first time second with different sign يبقى plus 2x second square يبقى ايه negative 2 square تبقى 4. بعد كده بنطير دي مع دي وهم اصلا ايه 1 minus x minus 2. تمام، يبقى الدومين بتاع التانية دي 2 ايكوال ايه ار ديفرنس 2، ودي 1 اللي هي اللي بكتبها بالاحمر فوق دي 1 ايكوال برضو ار ديفرنس 2.
كده ال r d1 equal d2 يبقى يصير 4 1 كده equal n2. طبعا عملت لهم سمبل فاي طلعوا شبه بعض والدومين شبه بعض يبقى كده ايه الاثنين equal. السؤال اللي بعده بيقول لي find in R times R the solution set of two equations x equal y and x squared plus y squared equal 18. نروح على البورد ونبدأ نحل السؤال. الأول بيقول x equal y والثانية x square plus y square equal 18. هنا هنشتغل على طول by substituting أشيل x وحط بدلها y وأبدأ أحل. يبقى إيه أقول له by substituting from طبعا إيه أسمي دي 1 ودي A 2 from 1 and 2 ونشيل X نحط بدلها Y أو Y نحط بدلها X مش هتفرق. شلنا X حطينا بدلها Y يبقى Y square plus Y square equal 18. يبقى Y square هتبقى 2 Y square كده equal 18. يبقى Y square equal 18 divided by 2 equal 9. يبقى Y equal positive or negative square root of 9 يبقى positive or negative 3. بعد كده add y equal 3 x هتبقى equal 3 add y equal negative 3 x equal negative 3 عشان هما الاثنين هنا ايه equal. يبقى solution set point 3 and 3 والبوينت الثانية نيجاتيف 3 and نيجاتيف 3 وكده خلصت ايه اجابة السؤال ده. نرجع بعد كده للامتحان برضو بيقول لي simplify ان اكس ان اكس عندي equal a equal x minus 5 over x square minus 2x minus 15 back here plus 8 over 2x plus 6. نروح على البورد ونحل مع بعض. nx equal الاول x minus 5 over x square minus 2x plus 5 بلس هنا 8 over 2x بلس 6. نبدأ نعمل factorization. هنا دي ملهاش factorization x minus 5. شوف اللي تحت x x هنا ايه ال 5 5 times 1. طيب لو حبيت اعمل 5 times 1 5 دي مش هينفع المجموع بتاعهم يديني 2 فدي ملهاش فاكتوريزيشن كده. اتاكد منها تاني 15 هي 15 ولا 5 ممكن نشوف السؤال. هي 15 تمام يبقى 15 سهله مفيش مشكله. تمام دي 15 15 هتبقى 5 و 3 وال 5 تبقى زي شرط النص نيجاتيف ودي تبقى بلس كده بلس. هنا ايه دي ملهاش فاكتوريزيشن وهنا ناخد 2 هايست كومون فاكتور بقى معايا اكس بلس 3. لما بنيجي نعمل كومون دينومينيتور هنا عندي ال 2 بكتبها واكس ماينس 5 بكتبها واكس بلس 3 دي بكتب واحده منهم. بعد كده
المقدار اللي تحت الدنومينيتور ده divided by دول هيتبقى 2. ال 2 هعملها تايمز مين؟ x minus 5 كده بلس المقدار ده divided تايمز x plus 5 هيتبقى 8 تايمز x minus 5. نبدأ نعمل simplify اللي تحت هنسيبه زي ما هو، اللي فوق تبقى 2x minus 10 plus 8x minus 40. نبدأ نجمع في اللي فوق 2x plus 8x هتبقى 10x plus أو minus minus 10 وهنا دول ايه 50 over 2 وهنا x minus 5x plus 3. نبدأ بعد كده دي ناخد 10 هايز كومن فاكتور هيبقى x minus 5 over 2 وهنا x minus 5 و x plus 3. طبعا ال x minus 5 ده هتروح مع ال x minus 5 دي، وهنا 2 divided by 2 equal 1 وهنا equal 5. يبقى الإجابة هيتبقى 5 4 over x plus 3. كده خلصت اجابة السؤال. بس هو ايه المفروض كان محتاج من ايه الدومين. احنا الدومين نعمله في الخطوة بعد الخطوة الاولى دي، الخطوة دي. يبقى الدومين equal r difference، difference مين 5 ونيجاتيف 3. تمام، الدومين دايما بنعمله بعد الخطوة دي على قبل ما نحذف. تمام كده ايه خلصنا السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. يقول لي if nx equal x square minus 25 over x to power 2 minus 5x reduce nx to its simplest form and show the domain of n. برضو نروح على السبورة ايه بتاعتنا البورد ونكتب السؤال ونبدأ نحل. هنا بيقول لي nx equal ايه x square minus 25 over x to power 2 minus 5x. هنبدأ نعمل factorization. اللي فوق يبقى x minus 5 و x plus 5، واللي تحت هاخد x highest common factor هتبقى معايا x minus 5. يبقى x minus 5 دي هتروح مع x minus 5 اللي فوق. بس اكتب الدومين الاول r difference، طبعا x هنا هتبقى 0 و a و 5 positive. بعد كده nx مين هيروح مع مين، نعملها بلون مختلف. فهنا x minus 5 هتروح مع x minus 5. يبقى كده domain equal nx equal اللي باقي فوق x plus 5 وتحت x. وكده خلص حل السؤال بتاعنا. وبكده يكون خلصنا الامتحان الأول بتاع كايرو. وشكرا لكم وإلى اللقاء في حل الامتحان القادم إن شاء الله.